خليني امشي مع المسار. امس صورت لكم من ابها زعلة النماص، كانت النماص يا اخي ديرتك وما تصورها. وكلها ديرتنا نحمد الله، وكلها ديرة اي سعودي. بس بوريكم، شوف بسم الله. اوف، شوف ما شاء الله تبارك الله. طبعا اكثر خضرة من ابها يعني للامانة، بكثير اكثر بكثير. الجو طبعا رطب جدا جدا، شوف زي ترى هذه رطوبة، الجو ما هو صافي من كثر الرطوبة الحمد لله. مضبوط. هذا هنا طبعا، هذا لا مو بهذا، فيه الا والله هو يجي فيه نبات صغير بس ما قد جاء، نسميه حب الرعيان، وناس يسمونه نيم، وناكله والله، ولو انه موجود الحين اكلته، لكن باقي ما قد جاء فيه الشيء. وخليني اصور لك الجهه الثانيه، هنا تهامة على طول تحت. لحظه، بسم الله، هذه تهامة، ما شاء الله ما شاء الله. فانا هنا على الشفا يعني. وخليني ادخل غابه، فعلا غابه، شوف سبحانك يا ربي، سبحان الخالق العظيم. شوف كميه العشب، من كثر ما طال نام، من كثر ما طال نام، سبحان الله. هذه ما هي غابة، طبعا غابة 90% إلى 95% عرعر، وهذا هو الشجر اللي أنا أحترمه كثيرا، الذي يصل أحيانا 400 سنة، لذلك قطع مثل هذه الشجرة جريمة وقتل، أنا أرى أنه قتل طبعا، ويمكن 5 إلى 10% طلح. شوف يا أخي، شوف شوف، طبعا احيانا يكون في قطع زي كذا تقليم من البلديه، لانهم مهندسين زراعيين ويعرفون ايش يسوون اذا كانت ميته او شيء للتجديد. بس يا اخي شوف 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 الرطوبه، شوف الرطوبه والله، تشم كلوروفيل، ها شيء رائع جدا يا اخي. شوف 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 رائع. في عائله هنا ما ابغى اوصل عندها احتراما لخصوصيتهم، والا خليني امشي مع المسار. هذا هو العرار، وهذا طبعا له تصنيف في علم النبات يسمونه العنبي تقريبا، او له مصطلح حتى. وهذه سبحان الله اللي زي العنب اللي فيه، لو طاحت تزرع يعني تستزرع. وترى للمعلوميه العرعر هذا يقتات على الضباب والرطوبه، ما يحتاج انك سبحان الله. اسمع صوت العصفور، احلى من صوتي يا اخي. والبلديه الحقيقه انها مضبطه هذه الاماكن يا اخي، وتقريبا انهم بيحطون مثلا اضاءات، ما ادري والله، الا بعض الناس يكسر ما ادري كيف. يا اخي والله تكسر حقك يا اخي، الله المستعان. لكن شوف الجو، اقسم بالله انها قمه في الجمال يا اخي. رياضه، اكسجين نظيف، طاقه سلبيه تتبدد، تجديد يا اخي. حتى ترى ابن القيم ترى ذكر، مع انه له الطبيب ولا شيء، لكن سبحان الله. وتخيل تخيل انك تجلس في هذا المكان الرائع، جميل هذا والله يا اخي. شوف الغطاء النباتي، شوف شوف منوع، سبحانك الله. وللمعلومية ترى النماص الى الان ما قد اخذت الخضرة الكاملة، باقي ها، تراها باقي. شوف هذا، تخيل انك تجلس هنا وتقهوى، أخي جميلة والله. وهذه ترى النماص ما هي بديرتي أنا فقط، أي واحد اسمه سعودي هذه لها، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. يا رب يا رب إن غطينا تغطية حلوة يا رب. شوف هذا برضه، والله ما ودي أقفل الكاميرا بس خلاص، ما أحب أكثر مقاطع والله. تخيل انك تمشي في هذا المكان، تخيل يعني اظن لو تمشي 10 ساعات ما تطفش، سبحان الله. يا اخي يا اخي حتى الجو نظيف، طبعا نظيف والله يا رجال. وفي كربونات الارض باذن الله مع الاشجار والغطاء النباتي، خلاص شيء رائع جدا، صحي جدا. وشكرا للبلدية على هذه الانجازات، صدق والله صدق والله، يعني ما شاء الله يسوون أشياء رائعة جدا، وكثير ما يدري عنها. نحاول أن نغطي، ولو وجهت لنا أي دعوة ترى حنا والله مستعدين، وقد صرحنا بهذا الشيء دون مقابل،
لان بلدنا يستاهل يا اخواني والله والله العظيم. خليني اوريك مكان انا بين تامه والسرى. شوف شوف المكان الجميل هذا، وهذه صديقتنا العراره، مفردها عراره عندي انا، انا ما ادري والله لغويا صح ولا لا، لكن شوف الزاويه ليست زاويه انما شاهق ما شاء الله. طبعا انا من الناس للامانه اللي ما يحب المرتفعات كثيرا. طيب شوف هذا طول العمر تامه، هذه ممتاز، او هذه سرى. جميل جدا هذا المكان، جميل جدا، مخيب طبعا للاطفال وللي ما يحب المرتفعات مثلي. تلاحظون يدي تهز، والله انا ما احب المرتفعات ابدا. لا لا خلنا نرجع هنا. سبحان الله، صلى الله يوفقنا وياكم والى اللقاء.